هلأ سلمى لفقرتنا الصحية لليوم، ويمكن بتهم كتير من الصبايا اللي عم يتابعونا. دائما البحث عن الجسم الجميل وعدم زيادة الوزن هي المطلب الأساسي لكل السيدات. كتير من أنظمة الرجيم تدخل فيها السيدة وتقول أنا ما عم أقدر أفقد الوزن بالشكل الصحيح. ممكن رجيم الكيتو كنا عم نسمع عنه بالفترة الأخيرة، في ناس بتقولها لا تتعشي وكلي منيح، بتقولك أنا ما عم أتعشى، عم أكل وجبة واحدة ومع ذلك في زيادة للوزن. خلينا نحكي عن هيدا الموضوع أكثر، قديش فينا فعلا نحافظ على جسمنا وبنفس الوقت ما نحرم نفسنا، لأنه المائدة السورية بشكل خاص والأكل طيب. في كثير من التفاصيل اليومية ربة المنزل ما فيها تستغني عنها ببيتها، خصوصا مع عيلتها وأولادها. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الأخصائية التغذية دينا العطار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك أهلا وسهلا. صباحك دكتورة دينا، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا نحكي، يمكن في كتير كمان عم بنشوف بهذا الوقت مو بس أنظمة غذائية، بعض الأشخاص عم يلجأوا لأنواع أدوية معينة، بيقولوا هذا الدواء بينحف، هذا الدواء بيسمن، هذا الدواء بيفتح القابلية، هذا الدواء. قديش هذا المصطلح مزبوط، وهل فعلا يصح نستخدم أنواع أدوية معينة بإنقاص أو زيادة الوزن؟ أكيد في أدوية كتير، وللأسف أنه أنا اللي أساس لي حأحكي لكم يا أنه هو المشكلة أنه هو عبارة عن علامة تجارية وتسويقية أكثر من الفائدة. طبعاً في شيء أساس بسيط هو معلمي بمساعد مثل أي أدوية تانية، بس لازم نعرف كل دواء على شو بيعتمد وأنا ليش بدي أخذه. مو أي دواء رجيم بينفع أي حالة معينة، كل حالة إلى دواء معين. يعني أنا إذا واجهني بطني أكيد ما حأخذ دواء للصداع، فكمان رحنا بدنا نقدر نميز. مو أي دواء رجيم بينفع على أي حدا، بدنا نقدر نميز بين الأدوية. مهمة دكتورة، لأنه في كتير من الناس مثلا بتقلك أنا استخدمت هذا الدواء للرجيم بالتزم نظام غذائي وباخده الوجبة استفدت عليه كتير، بالمقابل بتلاقي مثلا شخص آخر بيقلك أنا لا استفدت ولا نزل وزني. فهي كمان نقطة كتير مهمة، قديش بتختلف طبيعة الأجسام، لهيك النظام الغذائي بيختلف. إذا بدنا نعمل رجيم كمان الموضوع بيختلف من شخص لآخر ومن سيدة للرجل حتى. أكيد هي الفكرة نفس الشيء عند أخصائية التغذية. ليش رحنا كتير بننصح أنه الدايت اللي أخذتيه أنت ما بينفع لجارتك أو لأختك أو لرفيقتك، لأنه كل جسم عنده مشكلة معينة، وأخصائية التغذية هي مهمتها تكتشف اللغز اللي بهذا الجسم يلي عم يسبب للسمنة. يعني هون بجوز مثلا عنده استقطاب للسكر، هون عم يحول الجسم لدهون، في كل حدا في عنده خربطة هرمون، في عنده نقص بفيتامينات معينة، كل حدا عنده شيء معين بحاجة لدواء معين. فلذلك حتى أدوية الرجيم، يعني نحن إذا حاولنا نصنف أنواع أدوية الرجيم فكل نوع له يعني له سلبياته طبعا وله إيجابياته، فلازم نعرف شو لازم ناخذ من كل دواء. لهون خلينا نحكي عن بعض الأنواع السيئة للجسم واللي عم بيكون لها أضرار سيئة بدل أضرار مفيدة، وبعض الأنواع المفيدة. نحكي بتفاصيل أكثر علميا دكتورة. هلا رحنا احكي عنهم حسب الانواع تبعهم. مثلا هلا في رحنا شيء حنطلع عليه حيقول انه هو حرق للدهون. شو هو اللي حرق للدهون؟ هلا في انواع من الادويه اللي بتحرق الدهون الموجوده بالوجبه اللي انت اخذتيها، يعني اللي متناوله حاليا وليس الدهون الموجوده بالجسم المتراكمه. تمام. هي بناخذها بعد الوجبه مثلا، هي بتصدر امر عدم امتصاص، بتثبت على الانزيم يلي بيمتص الدهون، فرحنا ما بتمتص الدهون اللي موجوده بالوجبه اللي اكلناها. وهي مضره ولا مفيده؟ هلا هي مانا مضره بما انه هي عملها اني على الوجبه الحاليه اللي موجوده بالمعده حاليا، بس انا ما بستفاد منها اذا انا ما عم باكل دهون، اذا وجبتي ما فيها دهون. انا من الناس اللي باكل نشويات، انا من الناس اللي باكل سكريات، فانا اصلا وجبتي ما فيها دهون. تمام. هي ممكن تفيد مثلا الرجال اللي بيحب الشغلات كثير الدسمه كذا، انه او كنت انا معزومه عزيمه كثير كبيره وعن جد بعرف انه فيها مثلا دهن وسمنه وكذا، فهون انا ممكن استفيد من هالحبه. اذا اخذتها بان ثاني مثلا انا اليوم انا فطراني مثلا شيء ما فيه اي نوع من الدهون، معجنات على سبيل المثال اي نوع من الدهون، فأنا ما حأستفيد منها لأنه ما عندي الشيء اللي هي لازم أنه توقف حرقه. تمام. فهون ما استفدت أنا من الدواء، بستفيد بحالة أنه عندي هي الدهون. بالإضافة أنه طبعا رحنا لازم يعني في إلها مدار معينة، هي حيشوفها مستخدمة أنه مثلا بيصير ممكن ألام بالمعدة، ممكن الخروج يكون فيه زيوت معينة، هدول الأمور حيعاني منها مقابل هذا الشيء. بس طبعا إذا هو من الناس الأكلين للدهون هو حيستفاد منها. هلا في شيء هو لا
لزيادة حرق الجسم، لأنه جسم يصير أنشط يحرق أكثر، بيقول لك أنا واقف عندي الحرق، ممكن أنا كيف إني زود الحرق تبعي، فرحنا بنلاقي إنه هو مزود زيادة حرق بالجسم، تمام، هاد زيادة حرق بالجسم هو عبارة عن إنه رحنا نتدخل بالآلية تبع عمل الدماغ، وهو بيصير بيرجع بيفرز من هي، يعني نحن هون عم نحاكي الغدد المسؤولة عن الهرمونات، هون هي حتحرك الجسم وحتي، هون هذا تأثيره ثاني، كمان في عنا الأدوية اللي هي لسد الشهية، لسد الشهية كمان مؤلفة من نطاقين، النطاق الأول إنه سد الشهية هي بتأثر على مراكز الشهية اللي هي بالدماغ، فكمان رحنا من هون بنخلي الدماغ يبعت إشارات بالشبع، هي واحدة، الثانية ممكن يكون المنتج نفسه غني بالألياف يلي بتحسس انه انت معدتك ملانة انا شبعانة فانا ما عاد بدي اكل زيادة، وهي هي اغلبها بتكون من ألياف حتى تحس فيها بالشبع. هي هدول اللي في كمان اللي هي مثلا مثل أدوية السكري، في كتير بيقولوا لك انه انا اخذت دواء السكري انه مشانه، دواء السكري مهمته تنظيم السكر بالدم وتنظيم افراز الانسولين، انا اذا ما باخذ انا ما عندي كميات سكر كبيره حيسبب لي هبوط بالسكر وحيسبب لي يمكن انه ما عاد اقدر اتحرك ومثل غيبوبه سكر نقول هالشخص شو صار معه يعني لانه عم ياخذ دواء وهو ما انه اكل كميه كثير كبيره من السكر او على مدار اليوم ما اخذ كذا وجبه فما رجع ارتفع عنده الانسولين وافراز الانسولين لحتى ياخذ هالسكر هذا. اغلبيه الادويه تعتمد عليه بالاضافه طبعا اللي احنا بنسمع عنه ورحنا بنقول كثير امن وطبعا هو له مداره، الاعشاب يلي بنقول انه هو هدول حبوب اعشاب. بدي اسالك عنه، يعني بتلاقي كمان يعني اشرتي لنقط كثير عديده مهمه، يعني يجب الرجوع لاخصائي التغذيه لانه بنشوف مثلا كثير من الناس بتقلك انا اخذت هذا الدواء بتاخده بتحكي بتعمل انه في خلطه اعشاب انا اخذتها نحفت عليها جربيه، خلينا نحكي عن خلطات الاعشاب وقديش مهم انا استشير اخصائي التغذيه لانه بتلاقي في عشوائيه بهذا الموضوع بشكل كثير كبير خصوصا اليوم لانه عم تشوفي مثلا بسبب ساعات العمل الطويله يمكن او التكلفه الماديه كل حدا بيكون عامل نظام غذائي لحاله عامل كمان دكتور على حاله. هلا الاعشاب بالمجمل هي ما اجت من فراغ، هلا رحنا بدايه العقاقير هي طب اعشاب، احنا ما بننكر انه الاعشاب لها فائده بس للاسف انه رحنا ما عندنا دراسات مثبته من الاف دي اي او دراسات معموله عليها على كثير من الناس انه على الاعشاب بالذات، فتاثير العشبه عليك ممكن يكون تاثيره يختلف عن غيرك، بالاضافه انه الكميه ممكن تكون حتى اقوى من الحبه نفسها، يعني اقوى من الماده الكيميائيه نفسها، بالاضافه انه الاعشاب كمان لها سايد افكت، رحنا بنقول امنه لا الاعشاب لها سايد افكت، يعني مثلا انا اذا عندي ضغط وعم باخذ مثلا الزنجبيل فانا هو بيرفع الضغط الزنجبيل، اذا عم باخذ قرفه بيزيد معدل ضربات القلب، يعني دائما اي شيء بدنا نستخدمه بدنا نعرف لوين في له حد معين، لذلك مثل ما قلتي انه رحنا مفروض حتى الاعشاب وحتى الامور الدوائيه نستعين بالدكتور او باخصائيه التغذيه يساعدنا انه كيف نعرف ناخذهم، يعني انا ممكن طول النهار بجيب شاي اخضر عم بشرب شاي اخضر طول النهار، فرحنا عندنا صار عندنا حالات عم تجينا صبايا من قصه الشاي الاخضر والبن الاخضر وهدول عندهم نقص حديد كثيف بشكل كثير كبير، طب سبيه هي شو ليش هيك؟ لانه هي عم تشرب شاي اخضر بكل وقت، فكره بعد الوجبه انا عم بشرب شاي اخضر، ما انت وقت اخذتي شاي اخضر انت روحتي كل شيء فائده فيتامين حديد اخذتيها، فلننتبه لهي الامور، مو دائما اي عشبه تسكر هي ما لها حتى الحبوب دكتوره، يعني هلا صرنا نشوف في بعض المراكز لوحده بتجيب اعشاب من عند العطارين بتعمل خلطه بتعبيها بكبسولات وبتبيعها انه هي اعشاب فيكي تاخدي الحبه بعد الوجبه، هذا ما هو دواء، هي مجموعه اعشاب بتريح بتنزل المعده قد ايه ممكن كمان يكون لها اضرار، يعني لانه عم ياخذ جزء مركز ممكن حبتين ثلاثه اربعه بقلب اليوم. تمام، اهم شيء انه رحنا ما نتجاوز الجرعه اللي هي مكتوبه او وصفها الدكتور، هلا في كثير شغلات انه هي بالحبوب اللي عم نحطها، هلا اذا هي طبعا علميه مو تجاريه، خلاف تجاريه باسماء رهيبه موجوده صحيح. وفي ادويه مغشوشه بالسوق كثير وهذا بيقول لك دواء هذا الحبه الخضراء وهذا من الصين وهذا يعني
يعني نبعد عن هيك الأدوية التسويقية. ما الدواء بينشرى من 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 سوبر ماركت، الدواء ما بينشرى من رفيقة جايبته من برا، أكيد لا. بدنا ننتبه لهي القصة، لأنه أغلبية هي الأدوية هلا يلي عم يركبوها مثلا هن بيكون فيها شيء من الملينات مثلا مثل السلامكي، الكركاء، الراوند، هدول الأمور بيكونوا مثلا حاطينهم مستعينين بشوية شاي أخضر، مستعين بشوية زنجبيل، شوية قرفة، أكيد ما نون سيئين لهم فائدتهم. يعني حتى رحنا وقت بنعمل أنظمة غذائية ممكن نقول للمريض إنه لا فيك مثلا تشرب كاسة شاي أخضر، فيك تستعين بهالخلطة هي تاخدها لمرة لمرتين، يعني شيء رحنا بنعرف لوين الدرجة تبعه لحد المسموح فيه. أما أكثر من هيك لا، ممكن يعمل سلبيات كبيرة. طيب دكتورة، لكل اللي عم يتابعونا وللسيدات والصبايا، خلينا نعطي بعض النصائح لإنقاص الوزن، طرق صحية سليمة، بعض النصائح يمكن تقدر منها ربة المنزل تستفاد لتقدر تحافظ على جسمها وما يزيد وزنها. لأنه أحيانا بتقلك أنه أنا ما عم أكل بس عم يزيد وزني، تكون هي آخر الليل عم توقيت والتوقيت بيلعب دور، أنه أنا والله وجبة واحدة تأكل وجبة واحدة بالليل، طبعا التوقيت بيلعب دور. فهذا التوقيت بيلعب دور كثير من التفاصيل أساسا، بتلعب دور ل يمكن تنظيم الجسم صحيا. أكيد وجبة واحدة أكيد ما هي شيء صحيح، ولا الكيتو شيء صحيح. يعني بالنهاية التوازن هو الشيء الصح. إحنا بدنا نمارس رياضة، بدنا ناكل ثلاث وجبات بأوقات صحيحة، يكون محتوى الوجبة يكون صحيح. يعني إحنا ما فينا نقول إحنا ما أكلنا شيء نهار وناخذ سعراتنا الحرارية كلها من خلال وجبة واحدة، هذا أكبر الأخطاء اللي المشكلة اللي إحنا بنرتكبها. أو بنشرب مثلا شاي وهدول الزهورات والأشياء المنحفة. بعد نصح لي إن فينا كيف ناخذ الفطور والغدا مثلا، لك مثلا انه الفطور صحيح غدا صحيح عشاء خفيف، كيف فيها تمارس هي التفاصيل؟ تمام. هلا نحن اهم شيء انه نعرف انه نحن لازم وجبه الفطور لا تعتمد على النشويات فقط، لا، والا ما نحن بحاجه لبروتين فيها، بحاجه لالياف، بحاجه للخضر وشيء من الفواكه. لانه كثير نحن بننسى انه نحن لازم ناكل خضره الصبح. ممكن انا اخذ سندويشه لبنه، طب اوكي انا اخذت نشويات واخذت لبنه مثلا، تقولي لي انا فيها كالسيوم فيها بروتين، ليست كافيه. نحن بدنا إذا ما أخذناها خبز كامل، بدنا شوية خضر يلي هي حتساعد على الهضم والإشباع، أنه أنا أحس بالإشباع. بالتالي كمان وجبة الغداء رحنا كمان حنقسم الصحن لخضرة، لشوية نشويات. لا، إذا عاملين دايت طبعا حنبعد عن النشويات، نعدل نشوياتنا هنا مرتين بالنهار، بين مرة خبز مرة مثلا برغل أو رز. والعشاء أكيد حنكون مثلا، أنا أفضل دايما أنه إذا رحنا حنحافظ على صحتنا نروح للسلطات، ما نروح لا الدهون ولا الروح. ممكن السلطة إذا أنا ما بحاجة لسه لبروتين، نضيف إلى شيء من البروتين كدجاج، كتونة، أو حتى بيض أو حتى جبنة، ممكن نضيف للسلطة تبعنا. ونتجنب النشويات المساء إذا رحنا عن جد بدنا نعمل دايت. وأكثر شيء بأكد عليه هو رحنا ممارسة الرياضة لزيادة الحرق ولخلي الجسم دايما ريفريش، إنه يضل عم يحرق. أكيد. كمان من النصائح اللي حابين نسمعها اليوم إنه هي بعض الأشخاص بيختلف، يعني النظام الغذائي للشباب اللي عندهم زيادة بالوزن غير النظام الغذائي لكبار السن اللي عندهم زيادة وزن وممكن يكون عندهم أمراض معينة. مو كل أنواع الأكل بتمشي معهم ومو كل الأنظمة الغذائية بتمشي معهم. قد ايه مهم يكون في نظام مع طبيب، ممكن يكون استشاري طبيبين، ممكن طبيب الغدد أو السكري مع طبيب التغذية يعملوا نظام معين لشخص غير النظام اللي ممكن يعمله شاب معه زيادة وزن. أكيد. أول شيء بأي حالة منلغي الحالة المرضية، يعني بنشوف ما في غدد، ما في سكري، ما في عند الأنثى خربطة هرمون، ننحي متى ما هي نهيناها. ممكن نتعامل بنظام غذائي يساعد على هذا الموضوع. طبعا تختلف من نسبة قد ايه ممكن الشاب ياخذ كالوري، إذا عم يبني عضل، إذا عم يمارس رياضة عنيفة، فكل هدول رحنا من نراعيهم قد ايه ندخل له نسبة، قد ايه نسبة الكالوري اللي لازم ياخذها. هو تختلف كثير عن نسبة الكالوري اللي بدأ. الحبوب اللي عم نحكي عليها اليوم ممكن بالأوزان اللي كتير عالية ممكن نعطيها كمساعد أول فترة. ليه؟ لأنه الحالة النفسية والحالة العاطفية بالذات كتير بتلعب دور. يعني أنا ممكن أعمل أول يومين دايت بس أنا ستريس، ما حأنحف، عم حاكي حالي عقليا بهذا الشيء، فأكيد ما حأنحف، لأنه الجسم أصدر لحاله للعقل إنه أوامر إنه أو حاله
انه انا ما راح انحفر. احنا كثير احيانا بنتحايل بهي الامور، مثل ما قلتي هدول الحبوب مثلا ممكن يكون فيها شاي اخضر، شويه قرفه، شويه ممكن نتحايل عليهم. فرحنا الناس اللي بيكونوا جايين عندهم سوء كثير من نفسيتهم من الوزن اللي وصلوا لهم، فممكن نساعدهم، او اذا عندهم اوزان كثير عاليه، او مثلا مضطرين انهم مقبلين على عمل جراحي ولازم ينزلوا وزن سريعا، عندهم امراض قلب، عندهم امراض شرايين، عندهم ضغط، عندهم سكري، عندهم كوليسترول كثير عالي بيهدد حياتهم، فهدول ممكن نساعدهم شوي بالادويه يلي رحنا بنقدر نعرف انه هي سيفتي قد ايه لحالتهم هن. طيب دكتوره سريعا بالختام، المشروبات الاضافيه للي عم يعمل الريجيم شو هي الصحيحه؟ شو هي المشروبات الاضافيه؟ مثلا بيقولوا لك شاي اخضر وزنجبيل اللي بتفيد فعليا وما الى اثار جانبيه. تمام، كل هدول ما يعني ما في دراسه ما نطلع حلوه عليهم، اكيد لهم فائده، الشاي الاخضر، البن الاخضر، الزنجبيل، القرفه، الكمون، كلهم مفيدين، ما نون سيئين ابدا، بذر الكتان، كل ماده منهم لها عمل مناسب، كميات محدوده، بس الكميات تكون محدوده ونعرف امتى ناخذها. الشاي الاخضر كثير مو بعد الاكل، لا هو كسناك بناخده ما بعد الاكل مشان ما نروح الحديد. بذر الكتان ممكن نفوته مع الاكل لانه هو غني بالاوميجا 3 وبالالياف، فهو بحيشبعنا، نعرف كل قصه وين بدنا نحطها بالتحديد. فلذلك يعني اي شيء بدنا نتبعه بس نعرف وين هو، نحطه بالمكان الصحيح ليعطيني الفائده الصحيحه، ولا حناخذ سلبياته اكثر. يعني اغلب ادويه الريجيم حتعملنا مشاكل بالامعاء، حتعمل صداع، حتعمل ارتفاع بالضغط، زياده نبضات القلب، عندنا مشاكل صحيه ثانيه، ممكن تظهر الزنجبيل الثوري، ممكن تجيني انا جدتي صبيه وشها كله قابب من كثر ما عم تعتمد على الزنجبيل، حبوب وشها لانه الزنجبيل حامي، الفلفل الاحمر ولا الفلفل الاسود كمان هدول كثير حاميين، صح انهم بمعتقدنا انه هن حيزيدوا الحرق، حيقوي الحرق، بس كمان نشوف شو حيسببوا سلبيات، حنسبب جفاف للجسم بشكل كثير كبير، كل شيء ادويه كمان على المسهلات وعلى هدول الامور كثير بتجفف الجسم، حتى الشاي الاخضر ممكن يعمل ادرار بول وكمان يروح لنا السوائل اللي بالجسم اللي هي اهم شيء لانك تنحفي. تماما، يعني معلومات كثير اليوم عطتينا اياها دكتوره، بنتشكر وجودك معنا وبنتمنى الكل يكون استفاد اكيد من كميه هالمعلومات وسجل شوي منها. شكرا لك. شكرا لك دكتوره، كنا سعيدين بوجودك، نتمنى الصحه والسلامه لكل اللي عم يشوفونا، شكرا كثير لك. اكيد.